السلام عليكم. في الفيديو ده هراجع مراجعة سريعة جدا على الفيرشوال ميموري، بس هي مجرد مراجعة مش شرح مفصل. يعني الفيرشوال ميموري حاجة بتخلينا نقدر نتعامل، بدل ما كنا قبل كده بنقول ان عندي سي بي يو بينادي الكاش، ولو ما لقاش حاجة في الكاش بيروح للرام. كنا بنقول قبل كده ان هو لازم يلاقي الحاجة دي في الرام. فالنهاية كنت مفترض افتراض هو ان البرنامج اللي انا كاتبه كله ينفع كله يتحط في الرام في نفس الوقت في نفس اللحظة، وبالتالي أي حاجة عايزها هلاقيها جوه الرام، وإن عمري ما هعوز حاجة وما لاقيهاش في الرام. طيب، لكن في الحقيقة إحنا مش عايزين نعمل كده. إحنا في الحقيقة عايزين الرام مثلا عندنا بتكون، لو قلنا عندي 6 جيجا رام مثلا، 6 جيجا رام لو أنا شغال بالسرعة العادية دي خالص، يبقى أنا مقدرش أكتب أي برنامج أكبر من 6 جيجا، لأن هو طالما كتبت برنامج أكتر من 6 جيجا عمره ما ينفع يتحط كله جوه الرام، وبالتالي مش هينفع اشتغل على الكمبيوتر بتاعي، محتاج اجيب رام اكبر. مش بس كده، كمان احنا عادة احنا شغالين على الكمبيوتر بنقدر نشغل اكتر من برنامج في نفس الوقت، فبالتالي حتى لو انا كاتب برنامج 6 جيجا رام والميموري بتاعتي فيها 6 جيجا، هقدر اشغل البرنامج ده لوحده. لكن لما اجي اشغل كذا برنامج مع بعض مش هعرف اشغلهم مع بعض، ان انا ساعتها البرنامج ال6 جيجا ده هيكون عايز الرام كلها بتاعته، واي برنامج تاني يجي يشتغل مش هيلاقي رام، وبالتالي مش هينفع يشتغل. فقال لك لا، احنا مش عايزين نعمل كده. احنا بدل ما نخلي الرام هو اخر الهيراركي بتاعتي، انا اقدر استغل كمان الهارد ديسك، بحيث ايه؟ بحيث ان انا مضطرش احط كل البرنامج بتاعي في الرام وانا بشغله، لا، البرنامج بتاعي هيكون كله على الهارد ديسك، وبعدين كل ما عاوز شويه انستراكشنز او شويه داتا اقدر انقلهم من الديسك للرام. فبالتالي الرام بتاعتي يبقى فيها كل البرنامج. رحت انا مثلا كتبت كود 20 سطر كود، وبعدين كمان 20 سطر كود، وبعدين كمان 20 سطر كود مثلا، يعني او 200 200 200، 2000 2000 2000، خليهم 2000 2000 2000. فانا هبدا اشتغل في البرنامج من هنا. فاول مره هيحصل ان انا مش هلاقي اي حاجه في الرام خالص، فهروح انقلها من الهارد ديسك وانقل 2000 سطر كود من الهارد ديسك مثلا للرام. فالرام كده يبقى كان في جزء منها حجز للبرنامج دلوقتي. جه برنامج تاني خالص اشتغل، وبرضه في 2000 2000 2000 كده، بي واحد كده، بي اتنين. أول مرة برضه هبدأ مش هلاقي الانستراكشنز دي في الرام، هروح أجيبها من الديسك أو الداتا بتاعتهم، هلاقي إن هجيبها من الديسك وأحطها في مكان تاني في الرام أو في أدرس تاني في الرام. فده كده بتاع البروجرام 2 وده بتاع البروجرام 1 وهكذا. فانا عن طريق ان انا سمحت ان الهارد ديسك يخش معايا في الهيراركي بتاعتي، ما بقتش مضطر احط كل البرنامج في الرام، وبالتالي بقيت بحط جزء بس، الجزء الاكتف دلوقتي في الرام، الجزء اللي انا بشتغل فيه دلوقتي، يكون جزء كبير غالبا، يعني مش حاجه زي، مش زي الكاش كده بنقل وورد او اتنين ووردز، لا انا بنقل هنا 4 كيلو مثلا مره واحده، 4 كيلو بايت مره واحده من ديسك للرام، واشتغل بيهم لحد ما خلاص خلص ال 2000 سطر كود دول. ساعتها اضطر اروح الديسك تاني واجيب ال 2000 سطر كود اللي بعدهم وال 2000 سطر كود اللي بعدهم وهكذا. طيب ليه بقى باخد كميه كبيره؟ علشان الاكسس تايم بتاع الهارد كبير جدا. احنا قلنا الكاش كنت ممكن اكسسها في 1 سايكل مثلا، الرام في 100 سايكل مثلا، الديسك باخد مليون سايكل مثلا عشان اقدر اكسس اوصل للحاجه اللي انا عايزها في الديسك. الديسك حجم كبير لكن بطيء، فبنحاول نستفيد من الوقت ده، هنضيع وقت كتير قوي، فبنحاول ناخد داتا كتير قوي عشان ما اقعدش اضيع وقت ده مرات كتير ورا بعض. الترانسفير تايم نفسه مش كبير، لكن الوقت الكبير هو الوقت اللي انا بقعد ادور فيه في الهارد لحد ما اوصل للادرس اللي انا عايزه عشان انقله، فالوقت التدوير هو الكبير، انما وقت النقل يعتبر صغير بالنسبه لوقت التدوير. فبالتالي انا بدور مره واحده وانقل كميه كبيره جدا عشان اوفر الوقت ده. طيب الكلام ده جميل، بس هيعمل عندي مشكله دلوقتي. لو انا شغال في البروجرام 1 الاول، هتلاقي ال 2000 سطر كود دول يتحطوا في مجموعه الادريسيز دي في الميموري، من ادرس مثلا 0 لادرس 2000 اي حاجه، وبعدين هشغل ادرس، هشغل البروجرام الثاني فهيتنقل لي من 2000 ل 4000 مثلا، افترض ان دي ما علينا يعني. طيب وانا بكتب البرنامج اصلا، وانا بكتب البرنامج في الاول خالص، هل انا عارف هو في الاخر هيتماب لانهي مكان في الرام او انهي ادرس في الرام؟
يعني انا ممكن في حاله تانية اقفل الكمبيوتر وافتحه تاني واشغل البروجرام 2 الاول، فيروح الادرس من 0 ل 2 هو يبقى هنا بروجرام 2، وده شغل بروجرام 1 فيروح بروجرام 1 هو يروح هنا. فبالتالي لو انا كاتب البرنامج وانا عارف هيكون مكانه فين بالظبط، يعني انا كاتب البرنامج مثلا لود وورد وورد حاجه من ادرس 1500 مثلا، لو انا كاتب ال 1500 دي على اساس ان هي ادرس معين في الرام، ساعتها لما اقفل الكمبيوتر وافتحه تاني ومكان البرنامج نفسه يتغير، الانستراكشن دي ما اتغيرتش، فيروح يجيب لي داتا غلط او داتا مش هي الداتا اللي انا عايزها. فبالتالي لو انا استخدمت اسلوب الفيرتشوال ميموري بالشكل ده، مش هينفع اكتب جوه البرنامج الاسمبلي بتاعي فيزيكال ادريسز، مش هينفع اكتب فيزيكال ادرس. الفيزيكال ادرس ده اللي هو ادرس فعليا جوه الرام، اللي هو مثلا لو قلت له 1500 هيروح للبايت 1500 مثلا جوه الرام، او الوورد 1500 جوه الرام. فلو انا بكتب برنامج وعايز اشتغل بالنظام ده، مش هينفع اكتب فيزيكال ادريسز خالص، لان انا وانا بفتح البرنامج مش عارف البرنامج اصلا هيتحط في انهي مكان في الميموري. فقال لك ايه؟ قال لك لا، قال لك انا عايز اكتب البرنامج نفسه، اكتب الكود نفسه، كود الاسمبلي نفسه بحاجه اسمها فيرتشوال ادرس، بحيث ان انا هكتب في الاسمبلي بتاعتي بالنسبه لبروجرام واحد هكتب فيه عادي مثلا لود وورد حاجه معينه من ادرس مثلا ادرس 0 0 0 0 0، واجي في بروجرام 2 اكتب برضه لود وورد حاجه معينه وادرس 0، وبروجرام 3 نفس الكلام، بحيث ان انا بتعامل مع كل برنامج ان هو وحده مستقله وله ادريسيز مستقله اسمها الفيرشوال ادريسيز. نفس الكلام هنا هلود من ادرس برضه 0، بحيث ان انا اكون فاهم ان الادرس 0 ده انا فاهم ان هو فيرتشوال ادرس، ده مش مكان معين في الميموري اسمه 0 ولا ده اسمه 0، انا بكتب مجرد رقم كده ادرس تخيلي يعني او فيرتشوال ادرس. طب وبعدين؟ ات الران تايم بقى لما كده بكتب البرنامج ده وسيف وخلاص، انا عايز كل ما عاوز ارنه هرن الكود ده، لكن ات الران تايم هيحصل ترانسليشن من الفيرتشوال ادرس ده للفيزيكال ادرس عن طريق الاوبريتنج سيستم. يعني نقدر نقول الاوبريتنج سيستم لو عندي تلات برامج اهو بشكل كده بسيط قوي، نقدر نقول الاوبريتنج سيستم هياخد الرام الاصليه ويقسمها مثلا ثلاث حتت ويقول ان دي بتاعت بي 1 ودي بتاعت بي 2 ودي بتاعت بي 3، يقول مثلا دي من 0 ل 4000 8000 12000 كادرس يعني. فهو باختصار هيحصل حاجه مابينج بشكل ما هنشوف دلوقتي بالتفصيل، ده كده صوره مبسطه جدا يعني. الاوبريتنج سيستم لما يلاقي البي 1 هيماب كل الادريسز بتاعته من 0 ل 4000، فانا لو انا كاتب 0000 هيروح ل 0000 بتاع بي 1 اللي هو ده، ماشي، هياخد الادرس ده كان ده الفيزيكال ادرس المناظر للفيرتشوال ادرس ده. طيب لما البروجرام 2 يقول له انا عايز برضه اكتب 0000، هو عارف ان البروجرام 2 ده ال 0000 بتاعه مش ال 0000 الفيزيكال، لا هيروح لل 4000 ده، ده كده هو 0000 بتاع البروجرام 2. طيب 0000 بتاع بروجرام 3 هيبقى هو ال 8000 ده. فبالتالي لما يكون البروجرام اللي شغال هو بي 2، الادرس ده اسمه فيرتشوال ادرس، هيحصل له ترانسليشن للفيزيكال ادرس اللي هو 4000. بي 3 هيحصل له ترانسليشن من الفيرتشوال ادرس اللي هو 0000 للفيزيكال ادرس اللي هو 8000. والكلام ده بيحصل في الران تايم، فانا لو جيت قفلت وبعد كده قفلت الكمبيوتر فتحت ثلاث برامج تاني، ممكن جدا الاقي المره التانيه يحصل لي ان بي 2 يبقى هو اللي فوق من 0 ل 4000، وبعدين بي 3، وبعدين بي 1. فاللي هيحصل ساعتها ان برضه الاوبريتنج سيستم لما نفس البرنامج ده يلاقي نفس الانستراكشن دي اقول له انا عايز 0000، ساعتها هيروح هو الادرس 8000 يجيب منها الداتا اللي البرنامج ده عايزها وهكذا. فانا كده سمحت باستقلاليه كبيره للبرامج عن بعض، وان البرنامج مش محتاج يعرف مين البرامج التانيه اللي هتكون شغاله معاه وينسق معاهم كلهم عناوين الادريسيز عشان يقدر يشتغل، لا كل بروجرامر بيكتب برنامج عادي خالص ولا كانه يعرف اي حاجه عن الباقيين، والاوبريتنج سيستم هو اللي بيشوف عمليه التحويل دي هيتصرف فيها ازاي. طيب بما اني مش بشرح وبريفيو بس، فهخش في الموضوع على طول. هشوف ايه الفيزيكال ستراكشر او ايه الهاردوير اللي هيكون موجود عندي في الحاله زي كده. هلاقي ان انا عندي هنا السي بي يو، ماشي. السي بي يو دلوقتي من البرنامج شغال بفيرتشوال ادرس، فالسي بي يو هيطلع لي بدل ما كان بيطلع لي الفيزيكال ادرس هيطلع لي الفيرتشوال ادرس. طيب الفيرتشوال ادرس ده
مش لازم يكون السايز بتاعه هو نفس السايز بتاع الفيزيكال ادرس، لا انا ممكن اعمل فيرتشوال ادرس 64 بت، فيديني عندي عدد من البيتس مثلا او عدد من البايتس يساوي 2 اس 64. فكاني جوه البرنامج انا متخيل ان عندي ميموري كبيره جدا، عندي ميموري ما بتخلصش. 64 ده عدد ضخم جدا من الجيجا بايتس. فانا وانا بكتب البرنامج متخيل ان انا عندي ميموري لا نهائيه وبكتب براحتي خالص. وبعدين انا معتمد ان كده كده اللي انا بكتبه ده كله عمره ما هيكون في الميموري كلها في نفس اللحظه، احنا شغالين فيرتشوال ميموري. فبالتالي بكتب براحتي، وبعدين الاوبريتنج سيستم بقى هو يتصرف ويجيب لي الحاجه اللي انا عايزها في الوقت، اللي هو مجموعه الانستراكشنز اللي انا عايزها دلوقتي يجيبها لي، وبعدين يقعد بقى ينقلهم حبه حبه زي ما قلت من شويه. طيب الاول انا عندي شويه مصطلحات عايز اقولها. في مصطلح اسمه البيج، ومصطلح اسمه البيج فولت. ايه هي البيج؟ البيج ده مصطلح نفس، يعني بيأدي نفس المعنى لمصطلح البلوك اللي خدناه قبل كده. قلنا لما الكاش ما تلاقيش حاجه جواها بتروح تنقل البلوك من الرام، تاخده عندها تحطه في بلوك من الكاش. طيب بنفس الطريقه لما الرام ما تلاقيش داتا معينه عندها بتروح تاخد بيج من الهارد ديسك، تاخد بيج من الهارد ديسك وتحطه عندها في الرام. فالبلوك هو البيج نفس فكره البلوك بالظبط، بس وانا بتعامل ما بين الكاش والرام بسميه بلوك، وانا بتعامل ما بين الرام والهارد ديسك بسميه بيج. نفس الطريقة كان عندي حاجة اسمها كاش مس، لما اروح في الكاش وما الاقيش الداتا هروح للرام اجيبها، فكنا بنسمي ده كاش مس، سواء رايت مس او ريد مس. نفس الطريقة في حاجة اسمها بيج فولت، اللي هي نفس الكاش مس بالظبط، بس لما اكون بتعامل ما بين الرام والديسك بقول ان حصل لي بيج فولت في الرام، مش بقول حصل لي بيج مس، بقول حصل لي بيج فولت. فدي مجرد فرق بس مصطلحات، لكن هو في الاخر نفس المنطق يعني. طيب نرجع لموضوعنا، بقول ان كان عندي السي بي يو دلوقتي البروجرام مكتوب بالفيرتشوال ادريسز، فالسي بي يو هيطلع لي حاجه اسمها فيرتشوال ادرس. مش لازم يكون قد الفيزيكال ادرس، لكن ممكن يكون قد الفيزيكال ادرس عادي. خلاص هنفترض هنا ان هو قد بعض، مفيش مشكله يعني. ممكن نفترض ان البرنامج اخره 32 بايت، فده بيساوي اصلا كام؟ 32 بايت على 24 على 24 بتساوي 4 جيجا. فانا ممكن افترض ان كل برنامج عندي اقدر اكتب اقدر استخدم فيه ادريسيز لحد 4 جيجا وخلاص عادي يعني، في الاخر على حسب الكمبيوتر او حسب كل حاجه يعني. فده كان اسمه فيرتشوال ادرس. فيرتشوال ادرس ده بيتقسم لجزئين، جزء اسمه بيج اوفست وجزء اسمه بيج نمبر. البيج اوفست ده بيلعب برضه نفس الدور شبه الاوفست اللي كان عندنا في الكاش. البيج اوفست ده بيحدد لي عندي كام بايت في البيج. انا قلت هنا ان انا لما اجي انقل حاجه من الميموري، حاجه من الديسك احطها في الميموري، انا بحاول انقل حاجه كبيره قوي على قد ما اقدر. طيب فانا دلوقتي بنقل حاجه كبيره هيكون فيها عدد كبير من البايتس، فعندي البيج اوفست ده بيقول لي انا عندي كام بايت في البيج، يعني بنقل كام بايت في المره الواحده. طيب البيج نمبر ده بيقول لي انا عندي كام بيج اصلا مسموح لي بيها جوه البرنامج. فلو مثلا قلت ان البيج اوفست يساوي 10 بيت والادرس الكلي كان 32 بيت، الفيرتشوال ادرس يعني مسموح لي بيه 32 بيت، هيكون البيج نمبر هيساوي كام؟ 22 بيت. فانا هيبقى عندي دلوقتي عندي كام بايت في البيج الواحده او كام بايت في البلوك الواحد، هلاقي ان انا عندي 2 اس 10 اللي هو بيساوي 1024 بايت. فانا كل ما يحصل بيج فولت بنقل 1024 بايت من الهارد للرام. طب ال 22 بيت دول بيقول لي انا عندي كام بيج اصلا في البرنامج، يعني البرنامج بتاعي فيه كام 1024 بايت او فيه كام بيج ممكن يكون موجودين، لان انا عندي 2 اس 22 بيجز اللي هو بيساوي 2 اس 22 بيساوي 4 مليون تقريبا، 4 ميجا بيجز يعني. عندي البرنامج الواحد فيه 4 مليون وحده، وكل واحده فيهم فيها
1024 بايت. طيب الفيرتشوال ادرس ده محتاج يحصل له ترانسليشن الى فيزيكال ادرس. انا هتعامل هنا مع افتراض، وهو ان هو ان الكاش محتاج فيزيكال ادرس في الاخر، يعني هفترض او مش افتراض، هو ده موجود يعني فعلا. الكاش اللي كنا بنستخدمها في الاول كنا بنقسم الاوفست والتاج والباليت، والاوفست والاندكس والتاج كانت بتاخد فيزيكال ادرس، وده اللي هنتعامل معاه حاليا. بعد كده نكون نشوف ازاي نغير الكلام ده. المهم قال لك ان انا دلوقتي معايا الفيرشوال ادرس ده، تمام، بسيب الاوفست ده زي ما هو، عشان دي كده عمليه تحويل من الفيرشوال ادرس للفيزيكال ادرس. الاوفست ده بسيبه زي ما هو كده، واروح اشوف هل البيج دي موجوده في الميموري ولا لا. فانا بتجاهل الاوفست ده بنفس الطريقه اللي كنت بتجاهل بيها الاوفست في حاله الكاش. ان انا دلوقتي يا اما البيج كلها موجوده في الميموري يا اما البيج كلها مش موجوده في الميموري. فانا دلوقتي بحاول اتاكد، بس بحاول اشوف هي الادرس بتاعها فين في الميموري، او بحاول اتاكد هي موجوده فين في الميموري. فاذا كانت البيج كلها موجوده في الميموري هعرف اوصل اكيد البايت اللي انا عايزه جوه البيج، او الورد اللي انا عايزها جوه البيج. لكن لو البيج كلها مش موجوده مش هعرف اوصل لاي حاجه. فانا بفكس الاوفست خالص واشوف هل البيج دي في الميموري ولا لا. طيب قال لك ان لكل بروجرام شغال بيكون عندي جزء كده الاوبريتنج سيستم بيحجزه لي في الميموري اسمه البيج تيبل. البيج تيبل ده بيكون فيه عدد من الانتريز قد عدد البيجز اللي عندي. فلو لو البروسيس دي او البروجرام ده كان فيه قلنا 22 بيت، فده كان فيه مثلا 4 مليون انتري او 4 مليون بيج مختلفين، ساعتها هيكون البيج تيبل ده عدد الانتريز فيه 4 مليون. البيج تيبل ده موجود على الميموري، موجود على الرام عادي خالص. الاوبريتنج سيستم هو اللي بي 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 بيتعايش معاه، هو اللي بيكونه، هو اللي بيقعد يملاه ويشيله وكل حاجه. مجرد ما افتح برنامج هو بيقول الاوبريتنج سيستم اوتوماتيك بيروح عامل له حاجه اسمها بيج تيبل جوه، ويحتفظ بيها جوه الرام، وهو بيقعد يابديتها بالشكل اللي احنا عايزينه. طيب اللي بيحصل ان البيج نمبر ده بيستخدم كاندكس جوه البيج تيبل. فانا مثلا لو البيج نمبر ده كان بيج نمبر واحد، طبعا ده كله صفار، هروح للمكان رقم واحد في البيج تيبل ده واشوف البيج تيبل هتلاقيه متقسم بشكل كده. في طبعا في شويه بيتس كتير كنترول بيتس، ممكن اقول ان انا هنا عندي فيزيكال ادرس، او فيزيكال بيج ادرس، وهنا في برضه بيت اسمه valid، وبيت اسمه dirty، وبيت اسمه reference. خلينا في الـ valid بس دلوقتي مؤقتا. فانا عندي بروح بالبيج نمبر ده كاندكس للاري دي اللي هي البيج تيبل، لكنه اري كان بقول بيج نمبر واحد، فاروح المكان رقم واحد في الاري دي ابص فيها. لو لقيت الفاليد بواحد، يبقى ابص على الفيزيكال ادرس ده او الفيزيكال بيج ادرس ده واخده من المكان ده، وبعدين اقوم لازقه فين؟ اقوم لازقه في البيج اوفست اللي جاي من هناك. فالبيج اوفست قلت انا ما بتغيرهوش خالص، فالبيج اوفست ده زي ما هو لسه، هو نفسه الفيرشوال، هو نفسه الفيزيكال، لكن بدل البيج نمبر اللي هنا خدت البيج نمبر اللي هنا اللي هو الفيزيكال بيج ادرس. فيزيكال بيج ادرس. طيب فانا كده حولت ال 32 بيت دول، او ايا كان عددهم، بس انا افترض انهم 32، حولت ال 32 بيت دول من فيرشوال سبيس او فيرشوال ادرس الى الفيزيكال ادرس. بعد كده اخد الفيزيكال ادرس ده واروح للكاش، اروح بقى للكاش عادي خالص. يعني الفيزيكال ادرس ده هو اللي هيتقسم بقى، اقدر اقسمه دلوقتي الاوفست واندكس وتاج عادي خالص بقى بس الطريقه القديمه، واروح للكاش اسالها عندي الكلام ده ولا لا. لو عندي خلاص يبقى حصل هيت وارجعه للبروسيسور. لو حصل، لو قالت لي مش عندي الكاش، هتضطر تروح ل الرام وتجيب منها الحاجة زي ما قلنا. طيب هل ممكن الكاش تيجي دلوقتي وتروح للرام
وما تلاقيش ويحصل بيج فولت، الاجابه ان في الحاله دي اكيد لا. ليه؟ لان انا اصلا رحت الاول بيج تيبل لقيت الفاليد بواحد، فطالما لقيت الفاليد بواحد اذا الداتا دي اكيد موجوده في الرام. بس بعد كده رحت دورت عليها في الكاش ما لقيتهاش في الكاش، بس مش معنى ان انا لقيتهاش في الكاش ان هي مش موجوده في الرام، لا هي لازم تكون موجوده في الرام طالما الفاليد بيت ده طلع بواحد. هتروح الرام تجيب الداتا وترجع تاني. طيب فده كده باختصار الشكل اللي هيحصل في الفيرشوال ادرس. في هنا مشكله صغيره، ان انا دلوقتي لكل ادرس عشان احول الفيرشوال ادرس للفيزيكال ادرس بضطر اكسس الرام. انا كل مره دي كده رام البيج تيبل ده حاجه على الرام، الاوبريتنج سيستم هو المحتفظ بيها وبيابديتها. فانا كل ما فيرتشوال ادرس ما الاقيهوش بضطر اروح للرام اخد اشوف قصدي كل ما فيرتشوال ادرس يجي لي، مش ما الاقيهوش، كل ما فيرتشوال ادرس يجي لي هضطر اروح للرام واشوف الفيزيكال ادرس بتاعه قد ايه عشان اروح اكسس بيه الكاش، وبعدين لو الكاش ما لقيتهوش ممكن اروح الرام تاني. فانا كده مع كل ادرس لازم اروح الرام، والاكسس تايم بتاع الرام قلنا بطيء، واحنا كده بقينا بنبطئ كل ادرس. فكده السي بي اي بقى في كل ادرس بيبقى اكتر من واحد، بقى 100 مثلا في كل، او 101 في كل انستراكشن تتنفذ، او كل ادرس عاوزه في البرنامج بتاعي. ده غير ان في الحاله السيئه خالص هاكسس الميموري مره هنا اجيب الادرس، وانا هاكسس الكاش ما الاقيش الحاجه في الكاش فاكسس الميموري تاني. فانا كده في احتمال كبير قوي ان انا اكسس الميموري مرتين. فبدل ما السي بي اي انا عايزه يبقى واحد، ممكن يوصل ان هو يبقى 200 مثلا، كل انستراكشن باكسس الميموري مرتين، او مثلا 150 حاجه زي كده. طيب فقال لك ايه الحل؟ قال لك انا زي ما عملت قبل كده كاش عشان اكسس، عشان اقلل الوقت اللي بضيعه في الرام في الداتا رام او في الرام عامه، قال لك انا هعمل كاش تانيه مخصوص لموضوع الترانسليشن ده. فكده هيبقى عندي كاش عاديه اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، وكاش تانيه خالص لحوار الترانسليشن ده. الكاش التانيه دي سموها تي ال بي او ترانسليشن لوك سايد بافر. بغض النظر عن الاسم هي كاش لعمليه الترانسليشن. ايه اللي بيحصل بقى بالظبط دلوقتي؟ اللي بيحصل زي ما قلت قبل كده، هتلاقي السي بي يو هيطلب فيرتشوال ادرس، ده كده بيج نمبر، وده اوفست بيج اوفست، ده كده فيرتشوال ادرس. السي بي يو هيقوم جاي عايز يحول، او الكمبيوتر يعني عندي عايز يحول الفيرتشوال ادرس ده للفيزيكال ادرس. فقال لك بدل ما يروح للبيج تيبل على طول هيروح الاول للتي ال بي، ده كده اسمه تي ال بي ترانسليشن سايد بافر. التي ال بي ده هيكون فيه برضه شوية انتريز كده، هتكون صغيرة عادة زي الكاش برضه هتكون صغيرة، هتكون شوية انتريز برضه فيها هنا الفاليد، وفيها شوية أي حاجات تانية، وفي هنا الداتا اللي هي الفيزيكال ادرس. فهيجي لي الفيرتشوال ادرس ده، البيج اوفست هرميه زي ما هو، هرميه بره مش عايزه دلوقتي انا هتجاهله، واروح البيج نمبر ده. البيج نمبر ده باكسس بيه تي ال بي. بس نلاحظ حاجة، انا هنا قلت ان انا عندي كنت باكسس البيج تيبل ده هكون بقول ان البيج تيبل ده لو عندي هنا 20 بت او 22 بت هيبقى حجمه 2 اس 22 انتري، تمام؟ فده كده حجم كبير جدا، يعتبر حجم كبير يعني حجم كبير. لكن الرام اصلا تعتبر كبيره، بتكون من الجيجا بايت، فتقدر تستحمل العدد ده من الانتريز بسهوله. الكلام ده كله في الاخر هيسي على 4 ميجا مثلا او 32 ميجا، يعني حاجه بالميجا في الاخر، ده هنشوف هنحسبها ازاي بالظبط. لكن ده مثلا هياخد 32 ميجا جوه الرام، ف 32 ميجا جوه الرام، الجدول ده كله 32 ميجا، و32 ميجا جوه الرام مش حاجه كبيره. لكن بالنسبه للتي ال بي ده يعتبر كاش في الاخر، ف 32 ميجا جوه الكاش ده حاجه كبيره جدا. الكاش ما ينفعش نقول ان فيها عدد من الانتريز يساوي 2 اس 22 زي ما قلنا مع التاني. فلا دي كاش لازم نعملها بالشكل اللي بيعمل بيه الكاش. فقال لك ان البيج نمبر ده هاخده بعد كده واشوف نوع التي ال بي بتاعتي من انهي نوع كاش، يعني ممكن يكون دايركت ماب تي ال بي، ممكن يكون فولي اسوشيتيف تي ال بي، وهكذا. طيب لو افترضت ان هو فولي اسوشيتيف فهيبقى فيه ايه؟ فولي اسوشيتيف هيكون فيه الداتا الفيزيكال ادرس، ممكن نكبر ده شويه كده، دي كده الفيزيكال ادرس 32 بيت مثلا، وبعدين كان الفولي اسوشيتيف العاديه في الكاش فيها هنا التاج وهنا الفاليد،
طبعا ممكن احط داري بعد الديرتي والريفرنس بيتس وحاجه زي كده. خلينا بقى في الحاجه الاساسيه، فانا عندي هنا التاج وعندي هنا الفاليد. في الفولي اسوشيتيف كنا بنقسم الادرس الى جزء تاج وجزء اوفست، ما كانش بيبقى فيه مفيش اندكس يعني في الفولي اسوشيتيف. طيب الاوفست انا رميته هنا خلاص، ده كده هو ايه، ده كده المفروض يتقسم لو مهما كان نوع تي ال بي ككاش، ده هو اللي بيتقسم لاندكس والتاج. فانا باخد الفيزيكال البيج نمبر ده واقسمه لجزء اندكس ولجزء تاج. لكن في الاسوشيتيف مفيش اندكس، فده كله هيبقى التاج. انا كده هعمل كاني ايه، كومباراتور 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 كومباراتور. فانا عشان اعرف عندي اذا كان حصل في التي ال بي هيت ولا مس، بقارن التاج بالتاج، ده كله بقى هو التاج. فبقارن التاج بالتاج اللي جوه واشوف الفاليد بواحد ولا بزيرو. لو لقيت ان الفاليد بواحد والتاج اللي جاي اللي هو البيج نمبر ده موجود هنا، يبقى اذا ده هو الفيزيكال ادرس المظبوط واقدر اخد الفيزيكال ادرس ده. طيب لو ما لقيتش الفيزيكال ادرس ده هعمل ايه؟ يبقى هروح كده، يبقى انا كده مضطر اروح للبيج تيبل، فكده مضطر خلاص اكسس الميموري بتاعت البيج تيبل دي. اروح هنا للبيج تيبل، دي كده البيج تيبل اللي هو موجود على الرام، كده عملت ميموري اكسس بيج تيبل. لكن البيج تيبل البيج ده كله بيكون كله على بعضه اندكس، البيج نمبر كله بيبقى اندكس، البيج تيبل اصلا كبير فمفيش مشكله، فهيبقى كله على بعضه اندكس. هروح للمكان المعين نفترض ان هو طلع ده، ده كده الفاليد، هشوف لو الفاليد بواحد ولا بزيرو. لو الفاليد بواحد يبقى انا هلاقي هنا الفيزيكال ادرس اللي انا عايزه، اقوم واخده زي المره اللي فاتت واروح للكاش بالفيزيكال ادرس ده، اقسم طبعا الفيزيكال ادرس، اخد ده واخد معايا الاوفست القديم، يبقى كده بقى عندي 32 بيت فيزيكال ادرس اللي بقسمه بعد كده بقى الاوفست بتاع الكاش الاندكس والتاج، وبعدين اكسس الكاش، والكاش لو ما لقيتش فيها اقوم اكسس تاني الرام. طيب لو لقيت ان ده الفاليد بيت بتاع الانتري ده بزيرو، ده معناه ايه؟ معناه ان انا لازم اروح للهارد. فلو ده بزيرو يبقى الادرس اللي هنا ده مش هيكون هو الفيزيكال ادرس، ومضطر اروح اجيبه بقى ايه من الهارد. عشان اروح اجيبه من الهارد بيحصل اكسبشن، والاوبريتنج سيستم هو اللي بيتولى مهمه ان هو يتعامل مع الهارد. الهارد ده مش بيعتبر جزء من البروسيسور يعني. يعني في الاخر لما اخد لما يحصل كاش ميس واروح للرام، الكلام ده مجرد البروسيسور بيستول ويستنى الكاش تجيب الداتا من الرام. لكن لما يحصل بقى ان الرام نفسها ما فيهاش الداتا، لا ساعتها البرنامج نفسه بيتشال من البروسيسور. يعني ساعتها الاوبريتنج سيستم هو اللي بيروح يمسك البروسيسور ويكسكيوت نفسه على البروسيسور عشان يروح يجيب الداتا دي من الهارد ديسك للرام، لان الهارد ديسك بيتم التعامل معاه كانه انبوت اوت بوت ديفايس مستقل خالص عن البروسيسور، بينما الرام بيتعامل معاه كانها جزء يعني ايه قريب من البروسيسور يعني. فدي كده مراجعة سريعة على أساسيات الموضوع، لسه هنلاقي بقى حاجات تانية إيه مختلفة جدا في لما نيجي نحل.